مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. أتواجد أمام شبابيك مركب محمد الخامس اللي مازال مستمرة في عملية سحب تذاكر مقابلة يوم الغد. المقابلة الغد تجمع فريق الرجاء وفريق المغرب التطواني، علاقة ود وحب ما بين الفريقين، احترام كبير ما بين الفريقين. غدا غدا تكون مقابلة جميلة لأن المغرب التطواني فيها 3 مقابلات يؤدي بشكل جيد، تحصل على 9 نقاط. آخر مقابلة فاز على الفتح الرباطي بهدفين ربما لهدف. غدا غدا تكون مقابلة قوية. فريق الرجاء البيضاوي من بعد التعثر اللي وقع ليه بمدينة أكادير، التعادل بطعم الخسارة بالنسبة للجماهير الرجوية. غدا الكل يطالب ب3 نقاط. فريق الرجاء البيضاوي المفروض خاصو يفوز من اجل مواكبه الفروق المتصدره للبطوله. كنتكلموا على الجيش والمغرب التطواني وفريق الوداد البيضاوي، هادو كلهم ما كاينش واحد الفرق كبير يعني في النقاط. اللي كاين الان هو ان العمليه ديال سحب التذاكر مازال مستمره. الناس اللي باقي ما خداوش التذاكر ديالهم راه مازال العمليه مستمره. بحال الان غادي يدخل واحد الشاب باش غادي ياخذ التذكيرات ديال المقابله ديال اليوم الغد. اذا الشبابيك مازال مفتوحه، المقابله يوم غد مساء فوق ارضيه مركب محمد الخامس. مقابله كنتمنى او كنظن بان غدا تكون مقابله جميله، لان كره القدم ديال المغرب التطواني وكره القدم ديال فريق الرجاء البيضاوي شيء مغاير. الجماهير غدا تكون حاضره، غدا تحفز اللاعبين، ما عدا الا كانت شي امور اخرى يعني كتصرفوا بعض المدربين. كتلقى عنده لاعب كيلعب في واحد المكان كيجي هو كيبدل ليه البوست ديالو، كيبدل ليه المكان ديالو. فريق الرجاء البيضاوي هاد السنه يقدر يلعب على اللقب ويفوز باللقب لانه عنده تركيبه بشريه رفيعه، ولكن تمركز اللاعبين من طرف او وضع اللاعبين في الخطه من طرف المدرب هنا فيه كاين الاشكال. كتلقى لاعب غادي يعطيك 200% في واحد المكان، كتجي انت كتحطو في واحد المكان كتقتلو، كيصبح كيطلق انتقادات، الاداء ديالو او العامل النفسي ديالو كيتاثر، ما كيبقاش عارف الكره منين غادي يجيبها. مثلا كيف نتكلموا على زريده، بلاصتو اللي كان كيلعب فيها ما بقاش عارف فين هي، يعني تلمشي ديالو تبدلات. كاين بعض اللاعبين اللي فريق الرجاء البيضاوي باش ما تكونش عنده الخساره كبيره فخاصو يجلس مع بعض اللاعبين وتكون واحد يكون واحد الكلام اللي يحس به اللاعب. واش اللاعب اللي كرشو خرجات، اللاعب اللي ما مهليش في الصحه ديالو في الفورمه ديالو، اللاعب اللي ما كيرحمكش اللي في السالير ديالو في لي بريم ديالو، اسمح ليا راه خاصك تبرك معاه، راه خاصك تغيز ليه غرامه ماليه، راه لان هذاك البوالي هز راه ما يمكنش انا غادي نخلصك عليه. لاعب اللي كيتخلص بالملايين او لاعبين اللي الاداء ديالهم لا يرقى لطموحات فريق الرجاء البيضاوي، بحال هاد اللاعبين كتجلس معاه سوا غتجمع راسك وتحترم القميص وتطالب يعني بالمستحقات ديالك اللي انت كتستحقها كلاعب حامل هذا القميص. ماشي لاعب الهم ديالو فقط يعني غير الفلوس، ولكن ما كاينش اللي غادي يتحاسب مالك البوالي هاز كرشو سابقاه. وهاد اللاعب بلا ما نجبدوا الاسم ديالو ونكثروا عليه، هاد اللاعب للاسف غادي يخرج على المستقبل ديالو، لان الا خرج من فريق الرجاء البيضاوي يكونوا اكيدين بان غادي يمشي الفريق اللي دائما طايح اوني هابط طالع، والفريق اللي دائما كيبقى بزز يعني في القسم الممتاز. اللاعبين اللي كيزاولوا في فريق الرجاء ولفريق الوداد هادو خاصهم يحمدوا الله ويشكروه لانهم كيلعبوا في هاد الفروق. راه لخطاك الفروق ديال مدينه الدار البيضاء
ما دير فلوس ما دير المستقبل، غادي تنسى النفسية ديالك كلاعب كنتي ديال فريق الرجاء، ملي غتمشي تشوف الفريق آخر غتلقى راسك ودرتيها، حتى النفسية ديالك ما غتكونش عاجباك، لأن الأجواء ديال الرجاء والجمهور ديالها ولا الأجواء ديال الوداد والجمهور ديالو وكازا والإشعال ديال الإعلام راه ما سهلاش. راه غتمشي تشوف الفريق اللي ما كيعرفو حتى شي واحد، كيريحوا فيه ثلاثة في التريبيون اللي كيتفرجوا فيه، كل واحد جايب عائلته، فكاين لاعبين للأسف اللي غادي يدمروا المستقبل ديالهم بنفسهم، لاعبين اللي غادي تنساو يعني في أقرب فرصة لأن ما خدموش ما ضحاوش باش يستافدوا من كرة القدم، ما ضحاوش. ربما كتبان ليه الفلوس راه داخلة دابا راكبة على كات كات ولا خيط شي طوم شي دار في السكة الاقتصادية، راه هذيك كتبان ليه فلوس. شريف راه كانوا لعابة كيطيروا في الرجاء ولعبوا الأولمبياد ديال أثينا وداو ألقاب إفريقية مع الرجاء، الآن الحالة ديالهم المادية مكفسة للأسف. ما بغيناش نعطيو أسماء ديال بعض اللاعبين اللي ما خطوش، ما كانش عندهم واحد التخطيط، ما كانش عندهم واحد التخطيط للمستقبل ديالهم، داك الشيء عشوائي. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، فكيف قلت لكم بأن عملية سحب تذاكر مقابلة المغرب تطوان وفرق الرجاء البيضاوي مازال مستمرة. إذا غنوصل نهاية المباشرة، تبارك الله عليكم ونهاركم مبارك.